أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج الحمل يوم الجمعة 25 فبراير شباط 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا حمل، بكل حاجة بتبان عندك انها هتمشي بصورتها الطبيعية وفي مسارها السليم لليوم ده، وهتعرف تحل اي مشكلة ممكن تقع فيها مهما كان حجمها كبيرة او صغيرة، هتعرف تحلها بسلاسة اليوم ده. لكن في شوية سوء حظ عندك هتتمتع بيها، بس ما تقلقش، مش هتستمر كتير في اليوم ده، هتكون فترة عابرة جدا وهتخلص. علشان كده بنصحك انك تنتفع من الفترة دي عشان يبقى انتفاع كلي كبير جدا ليك وتستفاد منه، علشان تعرف تعدي بعد كده الازمات اللي ممكن تتعرض ليها. ودي فرصة طبعا علشان تخلص من اي هموم كانت بتشغلك، او حتى اي انشغالات كانت بتستحوذ على تفكيرك في الفترة اللي فاتت. بنصحك انك تقضي وقت كويس النهاردة مع اصدقائك وعيلتك، حتى علشان تشعروا بالروابط انها بينكم زي ما هي وبتزداد وبتقوى مش بتقل. فالنهاردة حاول انك تزود الروابط دي، ما تخليهاش تتعرض لاي مواقف صعبة ممكن تخليها تقل بعد كده. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، ممكن هتلاقي انك مدعو على مناسبة النهاردة اجتماعية انت بتحبها، او انت هتتعرف من خلالها على شخص هيستطيع انه يجذبك بكل المقاييس وبسرعة كبيرة جدا جدا، حتى انت مش هتكون متوقعها، وهتقرر بعد كده انك تتقرب منه بسبب الانجذاب الرهيب اللي حصل ما بينك وبينه. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، في عروض كتيرة جدا هتظهر قدامك، هتلاقيها وهتكون جاية مخصوص ليك، بعد اللي خاصة بعد الحاجات اللي انت اظهرتها في حياتك المهنية، وانك على جدارة كبيرة جدا من انك تنفذ اي مهمة بتتطلب منك. لكن بنصحك انك تتريس اكتر وتفكر بشكل كويس علشان ما تستعجلش في اي قرار ممكن تكون بتاخده، علشان دايما القرارات دي بتكون مطلوبة انك تختار العرض الانسب ما بينهم، ما تتسرعش في انك تختار العرض الخطأ، وهيكون الموضوع فيه جدية كبيرة جدا جدا، فبنصحك انك تتريس. بالنسبة لك صحيا النهاردة، في حماسة كبيرة جدا انت بتشعر بيها، ودي طبعا من اكتر الصفات اللي بتميزك النهاردة واللي بتكون بتتمتع بيها كتير يا حمل. لكن في بعض الامور اللي هتحصل هتتطلب منك انك تعالجها بشكل اهدى اكتر، علشان تعرف تتخطاها من غير ما انك تتنرفز او تزعل او حتى تتضايق. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى، مواليد 21 مارس لواحد أبريل، اليوم بيأدي التكوين الكوكبي اللي هيحصل في السماء لإطلاق كبير جدا للمحادثات معاك ومع مشاريعك برضو، اللي هتطلب منك النهاردة كتير من الاهتمام والدفعة الإيجابية هتبقى محتاجة إنك تعملها في الاتنين دول. بالنسبة لتوقعات العشرية الثانية، مواليد 2 أبريل ل 11 أبريل، السماء النهاردة بتخليك واعي أكتر ومفيد أكتر لكل الأشخاص اللي حواليك ولشخصك أنت كحد ذاتك، وبتفهمك أن العالم النهاردة هيكون أفضل من حواليك من الأيام اللي فاتت، وبتسمح ليك أنك تجري تغيرات حلوة جدا في حياتك وكنت محتاج أنك تعمل التغيرات دي. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة، مواليد 12 أبريل ل 20 أبريل، بيطلبك التكوين اللي هيحصل النهاردة بأنك تهيكل كل الأخبار اللي انت بتسمعها أو اللي انت بيخبروك بيها أشخاص تانين. النهاردة الوقت مناسب علشان تطبق كل المعلومات اللي انت سمعتها واللي كانت ظاهرة في حياتك اليومية في الوقت ده. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيواصل القمر عبوره من برج القوس الجريء اليوم ده والحيوي أكتر، وحتى ينتقل لبرج الجدي في الصباح، وهنكون في علامة مع الجد النهاردة هتخلينا مسؤولين أكتر وأذكياء أكتر ومهتمين بالأمن بتاعنا أكتر. وقمر الجدي النهاردة بيكون في أساسيات كتيرة جدا وهياخدنا لمنحنى عمل جديد. القمر ده بيحفزنا من ناحية وبيحفز طموحاتنا من ناحية تانية، هيكون عندنا قدرة كبيرة وقوية جدا على اننا نوجه طاقتنا لأنشطة ذاتية كبيرة جدا. وكوكب مارس النهاردة من خلال المحاذاة اللي هتحصل، هتكون المحاذاة دي مغزية جدا،
هنكون مكتوفين بأنفسنا، مكتفيين جدا بأنفسنا النهاردة، ومش هنطلب أي مساعدة النهاردة من أي شخص. ممكن إننا نشعر شوية بتفاني في شغلنا وتركيز أكتر بشكل خاص النهاردة على مسعينا لليوم ده، وخاصة فيه ممكن يستمر القمر لحد ما يدخل للجدي بالأسلوب ده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا ببر بيكم وبدعمكم ليا.